فيه متلازمة أو مرض نفسي أو سلوكي، اللي هو شنو؟ إنك تمر أمام امرأة أو شخص وطالع فيه نظرة بس وتمشي، بعدين يرجع لك أخوها أو زوجها، إذا تلقى حالك أهل كبر يمسكك، تعال أنت حرشت بزوجتي أو أختي، وأنت ما تحرشت بس طلعت كذي ومشيت وأنت مار. في حالات شديدة اللي هو يعتقد أو يفكر داخل مخه، يخترع له قصة أنك أنت مسوي له كذا ومسوي له كذا وأنت ما سويت له، بس مجرد أنك وأنت ماشي نظرة كذي ومشيت على مشيك. لا تتطور السالفة، يمكن يطقك، تروحون المغفر، يرفع عليك قضية، ممكن انك تدفع فلوس علشان تتنازل وانت ما سويت شيء، تدري انك انت مظلوم ما سويت شيء بس وانت ماشي نظرت له نظرة ومشيت، حتى لو طرف عين. ممكن انه يتهمك انك انت تحرشتي، او ايه تتهمك انك انت تحرشتي، او يخترع له قصة داخل مخه انك انت سويت له او كذا، ويروح يبلغ عنك اخوها او زوجها او شرطه.